جانب آخر شهدت الفترة الماضية حالة شد وجذب بين الإعلام الرياضي وبين المؤسسات الرياضية. الأمير نواف بن فيصل في أكثر من مرة يتحدث عن الإعلام الرياضي وعن آراء قال أنه أقل ما يقال عنها أنها سخيفة. هذا التقرير يقرأ العلاقة ما بين الطرفين وإلى أين وصلت. الوقت أرجو أن نرتقي بإعلامنا. هناك طرح إعلامي أكثر أرق ما يقال عنه أنه سخيف. ليست هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرجل الأول في المؤسسة الرياضية عن الإعلام، بل كان في أكثر من مناسبة يلقي باللوم مرة والعتب مرة أخرى حتى وصل إلى المطالبة بالمحاسبة. فإذا تلومون لوموا أنفسكم في المرحلة هذه وبعد ذلك لومون. في أوساطنا المختلفة لا يحدث كثيرا أن يواجه مسؤول رفيع الإعلام بشكل مباشر بالنقد والاتهام وكشف السلبيات بكل صراحة، ولكن في وسطنا الرياضي حدثت المواجهة والمكاشفة. أنا كنت عارف أنه هذا الطرح سيتدرج إلى أن يصل إلى هذا المستوى الحقيقة الذي لا يليق بالإعلام الرياضي السعودي. وفي وقت سابق كشف الأمير أيضا بكل جرأة أن ثمة إعلاميين بوجهين، وجه أمامه ووجه آخر لكسب الرزق. اتهام واضح وصريح واجهه الإعلاميون بالقبول والتأييد والمطالبة بكشف الأسماء وفضحها أمام الجميع. هل هذه الانهزامية هي ما نريده؟ هل هذه، أنا ما بدخل الوطنية، هذا رأي فني ما بدخل الوطنية، لكن اللي أنا أقوله هل إحنا وصلنا إلى هالمستوى من اليأس؟ جهة اعتراض منسوبي المؤسسة الرياضية أن الإعلام لا يركز إلا على السواد ويتفنن في البحث عن السلبيات ويرى في ذلك بطولة ولقمة عيش. في المقابل صوت إعلامي يطالب هو أيضا بالإنصاف والنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، ففي الإعلام من يعرف مسؤولياته جيدا. الإعلام الرياضي أصبح ينقد نفسه بنفسه، هذا شيء يريحني كمسؤول أو يريحني كإنسان يتشرف بالعمل في هذا المجال. وبين هذا وذاك بحثنا عن وصف لهذه الحالة ولهذه العلاقة بين من سموا أنفسهم بالشركاء. هل أزمة ثقة أم تضارب مصالح أم سوء فهم لطبيعة عمل الطرفين أم حساسية مفرطة من الجانب المؤسساتي أم قلة كفاءة ودخلاء شوهوا صورة الجانب الإعلامي؟ وأخيرا، لماذا وصلت العلاقة بين الطرفين إلى ما وصلت إليه، وخصوصا من رأس المنظومة الرياضية؟ هل الكي هو آخر العلاج؟ هناك طرح إعلامي أكثر أرق ما يقال عنه أنه سخيف.